السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا بعد إذن حضرتك، أنا كان عندي شقة ومأجرها إيجار محدود. طيب وبعد؟ 15 سنة، وجيت بات وكان مديني تأمين، التأمين ده كان بيتخصم من الإيجار. ها؟ أنا بعت الشقة أثناء مدة التأمين دي. أيوه. وفاضل في التأمين سنتين، دلوقتي اللي اشترش مني الشقة ليه حق في التأمين ولا ملوش حق في التأمين اللي مدفوع في الأول؟ لا، فيها مستأجر؟ فيها مستأجر وبيدفع الإيجار. والمشتري الجديد ملزم بعقدك القديم. طبعًا أكيد. ملزم. التأمين ده ليس بحقك ولا حق الشخص. ولا حق المشتري الجديد، التأمين حق الصاحب الأصلي. ما هو إحنا متفقين مع صاحب الشقة، مع المستأجر. ايوه. التأمين هيتخصم جزء منه في الإيجار. ايوه، هيتخصم جزء منه في الإيجار. جزء شهري. جزء شهري هل لما يدفع 1000 يدفع 900 مثلا. هل اتفقت أنت والمشتري الجديد على شيء في شأن المستأجرين؟ لا خالص. خالص، لازم تتفق في شأن المستأجرين. خالص، لا، أنت هتشتري الشقة وبعد ما يطلع المستأجر هتاخد الشقة بتاعتك. بس انت هتاخد، دفعت فلوسك كاملة، هتاخد الايجار اللي بيدفع. هتاخد الايجار اللي بيندفع. الايجار اللي بيندفع كان هو عارف ان 900 جنيه ولا 1000؟ لا، هو عارف، ان هو عارف المبلغ اللي بيدفع بدون الخصم. عارف كام يعني؟ عارف المبلغ اللي بيدفع كام. كام يعني عارف كام المبلغ؟ عارف المبلغ اللي هو بيدفع 750 جنيه بالظبط. 750. متفقين على ان المسكن من 750 جنيه. متفقين على ذلك. وبعد الخصم؟ لا، ده بعد الخصم. قبل الخصم بيزيد، بيبقى فوق 900 جنيه. هو يعني انا اشتريت منك المنزل. ومكتوب في العقد ان الشقه الفلانيه ايجارها الشهري 700 جنيه 750؟ لا، مش مكتوب في العقد 900 جنيه. 900 جنيه مكتوب في العقد. 900 جنيه. يبقى هو المفروض ياخد 900 جنيه. يبقى المفروض ياخد 900 جنيه. نعم. تمام، ماشي. السلام عليكم.